التواصل الاجتماعي هو من الطرق الأنسب لأنه نعيش بطريقة أسهل، بطريقة هيك بسلام داخلي، نكون مع الشريك ومع الحبيب ومع الخي ومع الأخت ومع العيلة، نكون عايشين هيك بطريقة حلوة. سنة جوزو هي اليوم رح تحكي لنا عن هالموضوع، رح نتلاقى سوا بكذا حلقة لقدام ورح نفتح احنا وياها مواضيع عديدة. لايف كوتش سنة جوزو، أهلا وسهلا فيك. عائلتك جوزو؟ جوزو يس. ايه عائلتي غنج سنة والجوزو يعني بلت انت سنة. وقت نحكي عن التواصل الاجتماعي يعني هو عادة بيكون كوميونيكيشن بين شخصين، بيكون بين ثلاثة بين أربعة بين خمسة، مش بس انه مع الشريك اذا كان زوج خطيب حبيب، انما مع الاخ مع الاخت مع الزملاء العمل مع الكل، خلينا شوي هيك ان ديفاين شو التواصل. نحن ما فينا ما نتواصل، نحن بحاله تواصل دائم. نعم. يعني اذا بدك تجمدني كلني 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 عيوني رح يتواصلوا معك. مزبوط. ما في كل الوقت في تواصل. اوكي، اي اسلم تواصل. اوكي، هلا التواصل هو اللي هو لا عم بحكي انه العينين ولا البادي لانجويج. اوكي، نحن التواصل مبني على بادي لانجويج وعلى هي كلها الكوميونيكيشن بادي لانجويج ولانجويج، يعني كل اللانجويجز اللي بيوصلوا مسج هو لانه نوع من الكوميونيكيشن. نعم. فايبس بيوصلوا اللي ما حدا بيحكي عنهم، الفايبس لاف فايبس بيوصلوا، صح ولا لا؟ مزبوط. كله كوميونيكيشن، نحن كيف عم نتواصل مع نفسنا ومع غيرنا، هيدا التواصل. سو كل ما كان في سلام اكثر، خلينا نقول كل ما نوصل لنتائج احلى. وقت نحكي عن سلام يعني يكون في رواء وسلام داخلي والى اخره، ولكن ما فينا نلغي فكره الغضب يعني اللي بنتعرض له بالحياه من وراء قصص بتصير نحن بنشوفها غلط غيرنا بشوفها صح والعكس صحيح. يعني هون السيطرة على الغضب أو to control ourself من الغضب من الأنجر لازم يكون عندنا أنجر مانجمنت. كمان هون كيف فينا نتعامل مع الغضب بطريقة ما يوصلنا لأنه ما يكون في تواصل. أول شيء الغضب شو هو؟ الغضب اللي هو لما يكون في expectation انكسرت ما زبطت، يعني مش بس أنك أنت بدك شيء وما صار، ممكن أنت بتوثق بشخص وهالشخص غدرك، هاي بتسبب غدر. لما بتحس حالك انظلمت بمطرح، هيدا الوجع بيطلع بغضب، كله بده يطلع. نحن كل أصلاً إذا ما بدنا نعمل شيء، ايه لما بتحس حالك انظلمت. امبارح كنت عم اقول لك الاكزامبل، هيدا الشيء لما بيصير بيقول لك مثلا الاذيه من اقرب الناس لك، لانه هول الناس اللي انت بتوثق فيهم وبتحبهم ومأمن لهم، هول اللي بتطعن بالظهر يعني. سو الغضب ما فينا نمنعه لانه نحن ما فينا نغير الناس. اعطيتك اكزامبل التونيل امبارح، مرات بكون اول ما بلشت تنقطع الكهرباء فوت انعمى جوا، ما بعرف وانا وسواقتي عقد يعني. سو ما اعرف شو بدي اعمل، ضوي فلاشرز ضوي مره ضويت فوق بس انه شوفوني. شو حسيت؟ خوف من الموت، انه انا ممكن ما حدا يشوفني وتروح سياره. صباح الله. هون الغضب لما بيصير عم بحكي عن شيء انا بيني وبين حالي، لما حدا من شخص تاني هذا الغضب وين بده كيف بده بيطلع بشيء ما بقى بتقدر تضبط اعصابك. يعني انت عم تحكي هلا عن غضب الشعب اللبناني كله غضبان يعني؟ لا هلا ما بقى غضبان، هلا مستسلم، هلا مستسلم، هلا مكتئب، ناس مكتئبين، ناس كفروا ما بقى عندهم ايمان لا بدوله ولا بمطرح. بس راحت الثوره كانت يوم غضب. نعم. وطفوا اكيد. ايه بس هون انت شو بتقولي؟ اوكي بس انه كله هيدا نتائج غضب عاشوا. يعني اوكي استسلموا واكتئبوا ويأسوا، يعني مرقوا بمرحله غضب وبعضهم هن ومكتئبين غضبانين ومش طالعين. ايه وعم يطلع انجر بيتخانقوا مع كل العالم اللي حواليهم وما بعرف شو. طيب شو بتقولي لكل شيء كومن لكل العالم؟ انه الشيء الكومن لكل انسان على وجه الارض بلبنان وبرات لبنان، انا ما فيي غير شيء حوالي، انا اليوم بلبنان وباي تشويس انا بحب لبنان. أوكي. انا اليوم بلبنان وانا بعرف انه لما بدي احط هدف بقدر اوصل له، اذا طولت اكثر لانه انا بلبنان الوضع مختلف اتس اوكي وضعي هيك، بس انا شو بقدر اعمل كل يوم كل يوم كل يوم لحالي لحتى اوصل لاهدافي، وبوصل بقدر اوصل. سو ما بقى بدي افكر لا بسمع اخبار، انا بجي على الجديد دائما تي في ما عندي، ما بدي اسمع شو عم بيصير برا، ما بيهمني، انا حاطه اهدافي وعم اشتغل عليها، كل يوم بدرس، بحضر نتفليكس تا افصل، بظهر مع اصحابي لا افصل، بشوف العائله لانه بحبهم، بس اهدافي حاططها قدامي ومفوكسه.
طيب اوكي بس تحكي لي شو معك تفاحة؟ ايه ليه؟ تفاحة آدم. ما بدنا نحكي عن الغضب. على الغضب. طيب ليش وقت تحكي غضب بدك تقولي آدم مش حواء مثلا؟ انا ما بعرف شو بسموها اصلا. ما في تفاحة اصلا. ما في تفاحة. ما بتعرف انه هيدي هي الفكرة؟ هيدي هي. لا ما بعرف. في ستوري قوم دادام. صح. ايه بدي افكر فيها بعد. ليش؟ لا مزبوط. بخبرك خبريتها ولا ما بتعرفيها؟ بلا بدنا نحكي عن الغضب. بس ما انا وياك مش رح نخلص حديث. يلا. اوكي. تخيل ان تفاحة ادم وحواء نعم هي الشر، هي اللي طلعتنا من الجنة وطلعتنا من جنة عدن. كل 100 ستوري لادم وحواء. شو حلوة التفاحة. ايه ماما بتشاهد من عند فادي. قديه بتشاهد. اعطيني كاتشي وكمل. اذا هاي الغضب. هلا عادك يا. اذا هاي الغضب، الغضب تخيل ادم وحواء تخانقوا وصار الغضب. وقت بيصير غضب تطلع من شغلك. نعم. بتوصل لطلاق، بتوصل لمشكل، بتوصل لشيء شيء نعم مش سلام، صح؟ نعم. اوكي. سو اذا التفاحة اللي هي كدشة. اوكي مغسلة؟ ايه مغسلة وبالبراد، بس انا مسكتها. قديش طيبة؟ شم ريحتها. قديش حلو شكلها؟ لونها؟ طب معقولة الشر بيعطينا سعادة؟ إذا هاي التفاحة اللي نزلتنا من الجنة عم تعطينا سعادة، ليش؟ لأنه نحن ما بتعطينا سعادة، نحن أنا بشر طبيعتي بالسايكولوجي أوف كوميونيكيشن. أنا بدي أحس حالي أفضل. أوكي. هذا دايماً بدي بلاجر بكل لحظة، أوكي؟ أوكي. سو لما بيجي غضب من برا، بيجي أذية، بيجي ظلم، وين بيطلع؟ بيطلع بالغضب. أوكي. وأنا لأنه بدي أحس حالي أفضل، بدي أطلع النيجاتيفيتي دغري مني. اوكي طلعهم بالغضب. مين اللي بيتاثر؟ الاشخاص اللي حوالي. وهون بصير في مس اندرستاندينج، بصير في عنا الكل كل هالقصص هيدي. اوكي هون لازم نعمل نحن انجر مانجمنت، يعني يعني نعرف كيف تو كنترول الغضب اللي عنا. ما فيني اضبط الغضب، فيني قرر انا دائما كون بسلام، اللي هي بس الواحد يوصل للسلام الداخلي. ما بيطلع أنا... بقول الواحد بيطلع بصحته يعني. ما بس تبلش تبطل تتأثر بغيرك، هون البطولة. أوكي. ايموشنلي تبطل تتأثر بغيرك، لأنه أنت معبى دفاع عندك. أوكي. أي حدا من برا، حيكون في كتير من برا نيجاتيفيتي بتجي ومن الناس اللي بتحبهم. It's okay. أنت بتعمل دفاع لحالك، وهيدا اللي بيقويك وما بيخلي حدا يأثر عليك لا 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 يعمل لك أنجر. يعني بتشبه مثل العلاقة بين اثنين وقت تكون انتهت بشكل بشع، تاني علاقة بيكون في واحد عنده سلاح. إذا عم نحكي عن علاقات يحمي حاله. أنا بكل علاقة بقطع فيها بكون عم بتعرف على حالي أكتر، عم بحب بعرف شو بحب أكتر. أوكي. يعني أنا بالنكست تشويس أو ريليشنشيب رح كون أكتر شخص بدي إيه، لا يوصل للواحد للي بده إياه مزبوط الكامل. طيب انت عم بتقولي شو لازم يعمل، بس كيف لازم يعملون؟ يعني كيف فينا نعمل مانجمنت للغضب اللي عنا؟ اذا بدي اقول لك هذا كورس ايموشنال انتليجنس بينعطى 3 ايام. اوكي رح احكي بيه كثير ببساطه. اول شيء انا بدي اعرف ليش عم اقول تفاحه، لانه هذا اكثر اكزامبل قريب لنا. نعم. لما بصير معي غضب بدي افهم ليش هذا الغضب، هذا الغضب اللي طلع معي، بدي افهم حالي. ظلم من هالشخص، اوكي بجرب انه ما اكون مظلوم، to communicate with him بطريقة اقدر اوصل my message. اوكي هون انا هيدا الشخص اللي عم بيسبب لي الانجر قدرت اتعاطى معه، ما قدرت فيه شيله من حياتي. اوكي اذا لا ما بخليه ياثر علي، عم بحكي اذا عائله. نعم. ما بخليه ياثر علي. اول شيء عرفت انا ليش الغضب صار، بدي هيك بمنع الاشخاص اللي بياثروا علي اكثر شيء ياذوني. اوكي اوكي نعم. وانا بكون عم بتصرف، بصير انا بدي بفهم حالي، والليفل اللي بعدها بصير بفهم غيري، بفهم الاشخاص اللي حوالي. نعم. يعني اكيد شفت لك بوست من يومين على انستغرام عم بتقولي انه اكثر اسباب الطلاق والانفصال هو الغضب. غضب اكيد. ايه واللي بيوصل للخيانه، اللي بيوصل وحتى لما ما بيقدروا بعضهم. نعم. يعني وقت اللي المراه عم تقول انه انا تعبانه كل النهار، وبيجي بيقول لها شو عملتي كل النهار، ما عم بيقدر قديش هي عم تعطي وقديش. نعم. هي عم تعمل افار،
يعني ما عم بيقدروا بعضهم. هاي الفكره هي، بس لما ما يقدروا بعضهم بتخلص. انت فيمينيست شيء ولا لا؟ انا ضد المساواه، انا مع الانسان. إيه ضد المساواه؟ ايه اكيد، المره خلقتها تتغنج ما في مانا فمن انرجي. لا لا ليش عم بقول لك هيك؟ لانه انت قلت وقت تيجي بقول لها انت شو عملتي كل النهار؟ انا بشتغل. ايه ما هي بس كمان. ممكن كمان هو تقول له انا كل النهار عم بشتغل البيت انت هي كمان تقول له ما انا حطيت اثنين اكزامبل. قلت كمان الرجال، ما انا بحكي مع الكل. اوكي والرجال هلكان زبوناته مش عم يدفعوا له، متخانق مع مديره، بكون عن جد قرفان حاله بده يجي يرتاح وبده حدا يقول له يعطيك العافيه. طيب. هون يعني هون لازم يكون في مانجمنت للعائلة من الأول، إذا ما نحكي ضمن العائلة الوحدة قبل ما نروح للكابل بس بده يرتبطوا. هون قديش دور الأم والبي مع الأولاد إنه يقدروا يعملوا هالإدارة الكويسة، لأنه ما يكون في غضب بين الأخوة، ما يكون في ردات فعل، لأنه بده يتخانقوا. نحن بنعرف هون كيف لازم يتعاطوا معهم. أول شيء بدنا نفهم إنه أولادنا عن جد ما بيعملوا شيء يزعلنا إلا إذا هن زعلانين. أوكي. يعني يمكن أنا مش مهتم فيه مظبوط لأبني. أوكي. يمكن ما عم بعطيه الحب اللي لازم أعطيه، مش محسسه بأمان، أيضا مش محسسه أنه هو أقل من أخواته، ما عم بعطيه significance، لأنه حتى لو أقل من أخواته بالدرس أكيد عنده إشياء تانية لا بيبرع فيها. أي يعني كل ولد بدنا نقول له شو اللي بيميزه. نعم. أنا عندي حدا كتير ذكي، حدا أخو راسي، بنتي هاي اللي مريحت لي راسي، عرفت؟ أنا بقول لهم كل واحد شو بيميزه عندي. أوكي. سو أي بدك تعطيه التميز لأنه هو بحاجة له. سو أي شيء عم يعمله أول شيء بدنا نفكر بحالنا نحن. نعم. شو مقصرين معه، منزبط هاي العلاقة ومنصير أصحاب. بالعكس بيصيروا هن بخبرونا، مش كل شيء اكيد دائما مش لا. كل شيء رح يخبرونا، بس قد ما فينا نكون اقرب. سنة نحن فينا نكون اطباء نفسنا ولا لازم نستشير لايف كوتش، طبيب نفسي؟ يعني انا عندي، انا عامله ماي ثيرابي مع بسيكولوج، وبعدها لهلا اذا في شيء مع اولادي انا بسالها لها اكيد. اللايف كوتش اللي هو بنشتغل على الاهداف، يعني اليوم انت شو وضعك، كيف بدك تحط اهدافك، شو بتحب، بصير بسألك لأعرف وين بتبرع، بذكرك بقيمتك، بتعرف أنه أنت عن جد بتستحق وقادر تكفي وقادر توصل. نعم. أنت يعني أنا بذكرك بشو أنت قدراتك لا تحط أهداف اللي بتحبها اللي بتنبسط فيها، وأكيد أنت لحالك بصير عندك الدافع لحتى تحقق. طيب اللايف كوتش شو كانت قبل؟ يعني ما كانت موجودة؟ هي من هي بتحضر شي هيتش؟ إيه. أوكي. كان هو ريليشن شيب كوتش، هو عم بيعلم الناس كيف يتصرفوا. نعم. بس هيدا مش من زمان كتير. قبل كان في طب، بعدين في طب نفسي، بعدين هلا عم يشتغلوا كتير على المايند سيت ودراسات، يعني عم يندفع مليارات. نعم. على دراسة المايند سيت، على الدماغ البشري. سو بلشنا نعرف انه في شيء اسمه هيبنوسيس. الهيبنوسيس هيدا بيعمل لك شيء مثل السحر، يعني بدل ما تروح عند بسيكولوج سنين. نعم. أكيد لا يكون حدا كتير شاطر لا يعمله. أنا ما لا هيك ولا هيك، أنا اليوم بقدر، يعني أنا بعدني لهلا عم بدرس هلا مثلا parenting coaching. أوكي. لأنه بشتغل على الإنسان، على العائلة، على relationship، على business، على الإنسان. أوكي. سو بدل الواحد بيطور بحاله، شو كنا عم نقول عم نضيع بال لا انا شو بيخطر على بالي عم بحكي، كنا عم نحكي انه اذا بيروح عند واحد عند طبيب نفسي ولا هو ولا سو لايف كوتش شيء جديد وثائبت انه سوشيال ميديا. نعم. ونحن عن جد ناس مآمنين، كلنا مآمنين انه لما بنحط هدف بنقدر نحققه. صحيح. والاكزامبل قدامكم، يعني فيكم تشوفوا كل شخص فينا وين كان وين صار. طيب شو تغير فيكي من بعد ما فتي بمجال اللايف كوتش؟ اصلا انا غرامي هذا الشيء، انا نعم. كنت كيونت مانجر مع اليانز، انا 10 سنين خبره بالانشورنس. نعم. كانت لايف كوتش للتيم تبعي، كانوا كلهم شباب وصبايا، وبدي اعرف هيدا كيف حركه كيف اعمل له، لانه بالسيلز بدك بده يكون الواحد سيلف موتيفيتد. صحيح. سو كنت اشتغلها معهم، بعدين من الناس اللي بحب اتعلم انا قلبي، اول شيء فتت عملت لي برمه بدماغي. نعم. رجعت فتت باللايف كوتشينج، هون كنت اوريدي عم بلش بماي ثيرابي مع البسيكولوج لي سنتين، يعني بلشت انا خلص. نعم. وبلشت اتعلم على اشياء جديده وتغيرت حياتي كلها، بلشت اعرف قيمه حالي، بلشت احب حالي. نعم. بلشت احب اللي حوالي، وصلت للسلام الداخلي، ما وصلت بعد أوكي. لا بعد كثير صعب، مش سهل كل مرحله فيهم كثير صعبه.
يعني أنا بجيب خبرك يون كلمة عم بحكيها. بس في أوقات أشخاص هن بيخلقوا عندهم سلام داخلي. إيه نيالون نيالون يعرفوا قيمتها. شو حلو كتير حلو. طب إنه إيه سلام داخلي يعني شو ما بيغضبوا؟ عم هيدا اللي عم قلك إيه. بتصير بتقل كتير الأشياء اللي بتخليهم يغضبوا. بتبعد الأشياء. ما أول شيء بتجر أول شيء الغريب ما بيأثر عليك. شو إذا قاطع بسيارتك حدا سبك ما بهمك صح؟ القريب عادة اللي بيأثر بننظلم. اللي بتحبه اللي الشخص اللي بيعني لك وتزعل منه. مية بالمية. سو نحنا منحط حدودنا. منحط حدودنا مع الكل. مع العائلة كيف نحنا في عندك سؤال كنت بدك تسألني how to communicate مع الشغل مع البيت. صحيح. مع relationship. أنا ذات الشخص أنا غير تصرفاتي. أنا غير نحنا. أوكي. People are not their behavior. أوكي. اوكي غير ابنك بتحبه بتزعل من تصرفاته. صحيح. اوكي اوكي مزبوط. راح يضل ابني راح يضل ابني. اخر سؤال هو انه شو راح يتغير فينا اذا تخلصنا من الغضب؟ راح نوصل لاهدافنا اسرع. نحن راح نعيش بسلام وراح نوصل لاهدافنا اسرع. نعم. راح تخف كتير المشاكل من حوالينا. طيب في شغله تانية كمان انا دائما عندي عليها ماخذ انه بتقول ان احنا ما فينا نغير اللي حولنا لازم نرضى باللي نحن فيه. بس نحن عم دائما لايف كوتشينج بتقول لك بلا انت قادر تغير اللي حولك وتوصل مطرح ما بدك. شو هالطناقه؟ لانه نحن شغلتنا نساعد غيرنا ليتغير من الفت لهم نظرهم على اشياء. نعم. بس انت تجي تغير حدا ما فيك ما بتعرف اللانجوج. نعم. او ما بتعرف الطريقه لحتى تقدر تغيره مع انه اكيد فيك. نعم اكيد فيك امتى اذا بتفهمه. طيب الحلقه الثانيه رح نحكي انا وياك كيف نساعد الناس توصل لاهدافها بطريقه اسهل والثقه بالنفس اللي هي الشيء الاساسي بتصور. أكيد. أكيد. لنقدر نوصل مطرح ما بدنا. وثانك يو لك سنة. يمكن ضيعتك شوي بالحديث لانه قد ما فتت باسالك كل شيء خبر على بالي قلت لك اياه بس انه منظبطها مثل ما بدك نكست تايم. ان شاء الله. ثانك يو سنة. يلا.